ينضم إلينا من موسكو مراسل غد يوسف بقار. يوسف، يعني الأرقام صادمة وتثير التعجب فعلا، يعني روسيا التي اخترعت لقاح سبوتنيك في ويفترض أن الشعب الروسي تلقح بالكامل، إلا أن الإحصائيات ما زالت صادمة. ماذا تقول وزارة الصحة الروسية؟ لماذا هذا الارتفاع الضخم سواء في الوفيات أو حتى في عدد الإصابات؟ بماذا تبرر؟ بالفعل تواصل روسيا في اليوم الثالث على التوالي تسجيل إصابات قياسية بفيروس كورونا. خلال 24 ساعة الماضية سجلت وزارة الصحة أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بهذا الفيروس و1192 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى أكثر من 8 ملايين إصابة، وعدد الوفيات تجاوز عتبة 244 ألف حالة وفاة جراء مضاعفات هذا الفيروس. كما تفضلت، على الرغم من أن روسيا كانت أول الدول التي توصلت إلى تكنولوجيا تتيح تصنيع اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، إلا أن حملة التطعيم التي أطلقتها السلطات الروسية ووزارة الصحة الروسية لم تحظى بالقدر الكبير أو الاهتمام الكبير من طرف المواطنين. وزير الصحة الروسية أكد بأنه 57 مليون مواطن روسي فقط أخذوا الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك ضد فيروس كورونا، وأن إجمالي أو مجموع الذين أخذوا أو نسبة الذين أخذوا هذا اللقاح لا يتجاوز 48 في المئة، وهي أرقام هزيلة جدا مقارنة بالإصابات اليومية أو بعدد الإصابات التي تسجله روسيا منذ انطلاق هذه الجائحة. المتابعون للملف الصحي ولشأن الصحي في روسيا يرون بأن أسباب عدم إقبال المواطن الروسي على تلقي اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا تعود لأسباب اجتماعية وسياسية وأخرى إعلامية، جراء ما تصفه السلطات الروسية هنا بالحرب الإعلامية التي تعرض إليها اللقاح الروسي من طرف وسائل الإعلام الغربية، وتأثر المجتمع الروسي بهذه الأخبار التي توصف هنا في روسيا بأنها كاذبة، والأخبار التي تهاجم اللقاح الروسي وتشكك في فعالية هذا اللقاح الروسي. على العموم، السلطات الروسية لا تزال تتبنى مجموعة من الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا بين المواطنين. آخر هذه الإجراءات هي منح المواطنين في روسيا عطلة حتى 7 نوفمبر، ناهيك أن وزارة الدفاع الروسية هي الأخرى شكلت فرق طبية ما يفوق 9 فرق طبية متنقلة لدعم القطاع الصحي في روسيا ومواصلة حماية المواطنين وعلاج المواطنين. طيب، الذين تعرضوا لفيروس كورونا. طيب يوسف، هل من الوارد أن تقوم موسكو وروسيا بأن تقوم بربط كل مناسبات الحياة سواء العملية أو الاجتماعية بمسألة شهادة اللقاح لفيروس كورونا؟ هل هذا وارد حتى ترغب الناس لأخذ اللقاح؟ هذا الأمر بطرق أخرى ترغم السلطات الروسية المواطنين هنا في روسيا على أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا، سواء بالضغط على المؤسسات أو الشركات العمل لدفع بأكثر من 70% أو 75% من الموظفين لأخذ اللقاح، ناهيك عن ربط السفر والحصول على التأشيرات الأجنبية بضرورة أخذ اللقاح الروسي وتوفر على شهادة التلقيح، وكذلك حتى التجول داخل المدن داخل المراكز التجارية وممارسة الحياة اليومية، سواء الدخول إلى المسارح ودور السينما أو ممارسة الرياضة داخل قاعات الرياضة، كل هذا تربطه السلطات هنا في روسيا بضرورة إما أخذ اللقاح الروسي وتوفر على شهادة التلقيح أو الاستمرار اليومي بضرورة الخضوع لتست PCR والتأكد من عدم تعرض المواطن هنا في روسيا لفيروس كورونا. وبالتالي كل الإجراءات التي تنتهجها هنا السلطات الروسية تذهب في إمكانية أن تفرض روسيا ضرورة التلقيح ضد فيروس كورونا، على الرغم من أن الكرملين في الكثير من المناسبات يقول بأن التلقيح في روسيا هو اختياري وليس إجباري، ويجب على المواطنين أن ينتهجوا نهجا صحيحا للحماية من هذا الفيروس عن طريق أخذ اللقاح المتوفر هنا في روسيا. شكرا لك يوسف بقار مراسل غد، كنت معنا من موسكو على كل هذه المعلومات.